السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في مطلع آخر حلقة من حلقات هذا الأسبوع في رصد برنامج أخباركم. أرحب بكم وأيضا بزميلي محمد. حياك الله عبد الله، يا أهلا وسهلا فيك، وحيا الله المشاهدين الكرام في آخر حلقات هذا الأسبوع. فإلى عناوينها: في جولة من حربه على الفساد، ولي العهد يأمر بالقبض على رجل أعمال متهرب من العدالة. إنشاء شركة عقارية لتمويل 75 مليار ريال في قطاع الإسكان. 7000 وظيفة أجرة تنتظر السعوديين بمكة المكرمة. تغريدة بتويتر تتحول لشقة سكنية بكامل محتوياتها. 4 ميداليات ذهبية لطلاب السعودية في أولمبياد الكيمياء العربي. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي العناوين، فإلى أول الأخبار. بسم الله. ألقت الجهات الأمنية اليوم الخميس القبض على رجل أعمال متهرب من العدالة تنفيذا لأمر فوري أصدره سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. حيث أشار مصدر رسمي مطلع بحسب ما ذكرت صحيفة سبق إلى أن المتهم صدرت بحقه أحكام عدة واجبة التنفيذ، سبق أن أحيلت إلى قاضي التنفيذ في مدينة الخبر، والذي بدوره قام باستدعاء المتهم للتنفيذ عليه إلا أنه لم يتجاوب، فتم إصدار أمر بالقبض عليه. نعم عبد الله، وأشار المصدر كذلك إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على مسؤول كبير في إمارة المنطقة الشرقية وأحالته للتحقيق، إذ كان على تواصل مع المتهم وساهم بتدخلاته وصلاحياته التي يتمتع بها في تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الموجهة للمتهم وتعطيل الإجراءات النظامية في هذا الشأن. وبحسب ما ذكرت صحيفة الوطن، فإن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالخبر تعتزم إقامة مزاد علني على أملاك رجل الأعمال بعد أن كلفت مقوما مختصا لتقويم أملاكه منذ 6 أشهر على خلفية تراكم ديونه البالغة 11 مليار ريال. زميلي محمد، نحن في هذا الصدد أيضا نتذكر كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان من المحاسبة. نعم صحيح. إذا ننتقل مشاهدي الكرام إلى رصد آخر في أخباركم. أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة. وتهدف الشركة الجديدة إلى تعزيز أداء القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم، وذلك بنسبة ستصل إلى 52% بنهاية عام 2020. ومن المتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017 للميلاد ليصل إلى 500 مليار ريال خلال العام 2020. ومن المقرر أن تعمل الشركة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان على تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري. عبد الله، كما ستعمل على إعادة تمويل ما يقارب من 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 170 مليار ريال بحلول عام 2026. نعم عبد الله، عدد من المغردين تناولوا هذا الموضوع. نستعرض معكم عدد من هذه التغريدات. يقول فيصل الناصر أن المشكلة ليست بالتمويل، المشكلة تكمن بنسب التمويل، ومن الضروري اعتماد لائحة ونظام يسهل للمستفيد تملك المنزل عن طريق الممولين. يا سلام. أيضا جاءت تغريدة أخرى في تعليقها على هذا الموضوع، تغريدة لإبراهيم الزايدي، يقول أسعار العقار في نزول
وهذا هو المطلوب. وإذا كانت الشركة العقارية ستساهم في تمويل المواطنين للحصول على السكن فسوف تنخفض أسعار العقار إلى الأمام. نعم. وريان سعيد الشهراني يقول أن 75 مليار في 5 سنوات سيولة مناسبة لإحياء السوق، البنوك لازم تخفض من الفائدة عشان يتم دعم أكبر لعدد أكبر بهالمبلغ الكبير. يا سلام. أيضا بعد تغريدة ريان كذلك من التغريدات اللي صدها فريق البرنامج تغريدة عوض سعيد المنصور يقول إن شاء الله ينصب نفع هذه الشركة على المواطن بتحقيق الآمال المرجوة، وأيضا نحن بدورنا نقول إن شاء الله بإذن الله أنها تنعكس. محمد، نروح إلى خبر جديد في كذلك أخبر. الخبر التالي بإذن الله ينعكس يا رب على شباب الوطن. وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير عبد الله بن بندر بضرورة اقتصار العمل في سيارات الأجرة داخل العاصمة المقدسة، خاصة في أوقات المواسم، على السعوديين فقط دون غيرهم. وتطبيقا لهذا التوجيه فقد بدأت فرق العمل في برنامج توطين الوظائف بمنطقة مكة المكرمة على وضع الآلية والخطط المتعلقة بتوطين سيارات الأجرة بالعاصمة المقدسة. نعم. وكانت أحد الإحصائيات قد ذكرت بأن سوق سيارات الأجرة يعمل فيه أكثر من 150 شركة تملك أكثر من 7000 سيارة أجرة بمكة المكرمة وحدها، وهو ما يعني توفير نحو 7000 وظيفة للشباب. يا عبد الله، يعني مكة فقط، أنت عارف يعني ظروف مكة الخاصة في المواسم، في موسم الحج وموسم رمضان لها وضعها جدا الخاص، وهذا عدد ترى ما هو سهل. نعم. ومثل ما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها. أي نعم. موفقين أهل مكة في هذه الخطوة. ننتقل إلى خبر جديد في أخباركم. خبر ظريف في الحقيقة. في البداية كانت تغريدة تتساءل هل بالفعل انخفضت أسعار الشقق السكنية أم أن الواقع مختلف؟ فعلق عليها شاب مستاء من ارتفاع تكلفة السكن بشمال الرياض أنه أصبح له شهر يبحث عن شقة لكنه لم يجد. نعم. ساعات قليلة فقط مرت قبل أن تجذب هذه الكلمات العديد من التعليقات التي تعرض مساعدات بتوفير الشقة بكامل محتوياتها. وطبعا جاءت احدى الردود من احدى شركات العقار ردا على الشاب عبد الله الخشرمي قائله اخوي عبد الله فعلا كلامك صحيح، وش رايك ترتاح وتخلي شقتك علينا؟ قول تم وابشر بشقه ممتازه وبشمال الرياض. نعم. يا الله من فضلك. وما ان انتشرت التغريده على مواقع التواصل الاجتماعي حتى انهالت العروض والهدايا على الشاب الخشرمي. بعض الشركات عرض تقديم شقة فاخرة والأخرى وعدته بفرش متكاملة لشقته. الله يرزقنا يا رب. أيضا عرضت شركات أخرى توفير سجاد الشقة منتجاتها، وشركة أخرى وعدته أيضا بتقديم ثياب جديدة، وشركة أخرى وعدته بتخصيص سيارة لتنقله خلال فترة تنقله لاستلام وتأثيث الشقة. ما شاء الله تبارك الله. نشاهد هذا المقطع حول هذا الموضوع من عبد الله الخشرمي. هاشتاج شقة الخشرمي والجدل الكثير اللي صار حوله، ناس قالت إعلان، ناس قالت توفيق أو حظ، وناس ربطتها بالتغريدة اللي أنا نزلتها قبل الحدث بثلاث ساعات اللي دعيت الله فيها أن يا رب ترزقنا بما نتمنى وأكثر مما نتمنى. جدل كثير ما بين مؤيد ومعارض ومشكك، وشخص يبارك دخول كبير من الشركات للتسويق والترويج لمنتجاتها أو خدماتها. الحدث اللي حصل وتسويق الشركات، السؤال الأهم هو هل راح تلتزم الشركات بهالشيء أو مجرد فقاعة واستغلال تسويقي؟ هذا الشيء اللي أتوقع أنا والناس كلها راح تسلط الضوء على هالموضوع. بالفعل صدق يا عبد الله، انا لي اسبوعين ادور في معارض السيارات، ماشي الجيب الـ 2017 فل كامل لونه رمادي، غاليه كل السيارات غاليه. ماشي. لا احلى من محمد، ما بعيده بس إيه اذا جاك تزبط معنا. الظريف في الامر محمد انه الشيخ عادل الكلباني غرد وقال اذا جاتك عين انا مستعد ارقيك، لكن احنا نقول ان شاء الله الله يحفظك يا عبد الله من العين وبعيد عنك الشر، وان شاء الله بحول الله تعالى الناس كل ما شافت جي جميل تبارك. مشاهدي الكرام، ننتقل الى خبر جديد في اخباركم.
نعم، هذه المرة حقق طلاب المملكة المشاركون في أولمبياد الكيمياء العربي بالكويت 4 ميداليات ذهبية من بين 9 دول عربية شاركت في المسابقات التي نظمتها وزارة التربية الكويتية تحت مظلة اتحاد الكيميائيين العرب وبمشاركة الجمعية الكيميائية. الميداليات الذهبية 4 كانت من نصيب الطالب علي الأسمري وعبد الرحمن آل إدريس وبندر الحربي من إدارة تعليم الرياض وبدر الملحم من إدارة تعليم الأحساء. نعم، كما حصل الطالب عبد الرحمن آل إدريس على المركز الأول لتحقيق أعلى درجة في اختبار العملي والنظري على مستوى الأولمبياد. طبعا مسابقة أولمبياد الكيمياء العربية هي مسابقة مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية على مستوى الوطن العربي في محور خاص بالمعلومات الكيميائية النظرية ومحور أيضا خاص بالجانب التطبيقي. ما شاء الله تبارك الله، دائما هذه النماذج المشرفة تشرف البلد خارجا. عبد الله، هذول برضو يستاهلون شقق والله. أي والله يستاهلون شقق. محمد، وش الفقر اللي عندنا الحين؟ الآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى حديث الصورة. طيب، نشاهد معكم مشاهدينا الكرام الآن إلى صورة يعني تظهر رحمة الله عز وجل في تدبير هذا الكون، حيث أن عشرات الجمال سكنت إلى الظل هروبا من حرارة الشمس. نشاهد هذه الصورة عبد الله. هذه الصورة بالفعل، شوف كيف يعني سبحان الله، صدق الله عز وجل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، حتى في تصرفها هي وفي يعني هروبها من هذا سبحان الحرب. من أرشدها. محمد، وصل لمنشن البرنامج في تويتر برنامج إخباركم على صفحته العشرات من التعليقات حول هذه الصورة، ودنا حقيقة نستعرض بعض هذه التغريدات اللي علقت على هذه الصورة. طيب. والتغريدة الأولى فاطمة اللطيفة تقول: الصورة رائعة ودعوت عندما رأيتها، اللهم يا رب ظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. نعم، وكذلك لولي الزهراني كذلك قالت تغريدة ربما تلفت إلى زاوية مهمة وجانب مهم، قالت حديث أو ذكرت حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هنيئا لمن غرس هذه الشجرة إن كان. بالفعل هنيئا. أيضا جاءت تغريدة أخرى معلقة على هذه الصورة في منشن حساب برنامج إخباركم في تويتر، المهندس سعد سالم القحطاني يقول: ساهم في فعل الخير فأنت لا تدري من أين سيجري عليك الأجر. نعم، وكذلك ذكرت هبة حجاب قالت في الصورة: رسالة قاسية لمن يقطع الأشجار فيحرم البشر والحيوانات من ظلها التي تقيهم حر لهيب الشمس. ركزت التغريدات عبد الله على تصرف الإنسان وفعل الإنسان وتدخله في هذه، يعني يبدو لي أنه البيئة سبحان الله عز وجل خلق البيئة متكاملة والكون هذا كان متكاملا إلا أن تدخل الإنسان في إفساده. طيب، نشوف الصورة الثانية معنا. الصورة الثانية في حديث الصورة. نعم، هذه صورة لبوابات غامضة في منطقة نائية بالسعودية تحير العلماء. فطبقا لتحقيق منشور في صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد اكتشف علماء الأثار 400 هيكل حجري غامض يصل عمره إلى 7000 سنة، وهي موجودة في منطقة بالسعودية يطلق عليها حرة خيبر. كما أشار العلماء إلى أن طول البوابات الأصغر منها يبلغ 13 مترا، في حين يبلغ أطولها أكثر من 500 متر، وهو طول ضخم جدا. وهذه هي الصورة أمامنا. نعم، الصورة نشاهدها كما تظهر هذه الصورة التي التقطت من العلماء عبر برنامج جوجل إيرث وجود قباب ضخمة حجمها 4 أضعاف حجم ملعب كرة القدم. سبحان الله، أحجام كبيرة يعني لله سبحان في خلقه شؤون. سبحان الله. ننتقل المشاهدة الكرام الآن إلى المشاركات. المشاركة الأولى لفاتورة مياه ب52,000 ريال من نصيب مواطن يسكن بمفرده. الله يستر. يعني أنا صراحة ما أعرف بالضبط إيش الأسباب اللي حصلت خلف هذا، لكن نشاهد الفيديو سويا. البيت دورين، شقتين ودور أرضي، وأنا ساكن لحالي في العمارة كلها ما بين لنا. جاتني اليوم فاتورة الماء قيمتها 51,860 ريال. تشوفون
51,860 ريال، طبعا حقت سنه، مده سنه، تاريخ سنه. وانا ما اجلس في الشقه، المشكله اني ما اجلس في الشقه، ده اجلس اسبوع وشهر ماني فيها، ولي 4 شهور ماني فيها. فاتوره ماء 51,000، انا بعرف من المسؤول عندها. انا اطالب بقوه محاسبه وزير المياه، وزير مصلحه المياه، او المسؤولين تحته. والله يكون في عون هالمواطن يعني حقيقة، بالفعل هو بده يستفسر يعني كيف يبدو أن الأمور في مجال كبير للتصحيح يعني إن كان هناك خطأ. جميل. طيب ننتقل إلى المشاركة الثانية، وهي اشتعال النار في سيارة أثناء توقفها أمام محل بالرياض. نتابع. عبد الله يعني في الحديد ولا فيهم؟ الحمد لله على سلامة. أنا صراحة ما أعرف وش ممكن تكون الأسباب اللي أدت لهذا الشيء، لكن أعتقد أن الواحد لو يحرص على الصيانة الدورية بالفعل. بشكل مستمر، تفقد السيارة بشكل مستمر، قد يعني يتفادى مثل هذه الأمور التي تحدث. الوقاية جيدة. طيب المشاركة التي تليها، أن اثنين من الجناة يعتديان بالضرب على مقيم آسيوي في أحد شوارع الرياض. نشاهد. يعني هذا الخبر فيه جانبين، إيجابي وسلبي. السلبي ما شاهدنا، لكن إيجابي أن شرطة الرياض اليوم ولله الحمد أعلنت أنها تمكنت من القبض على هؤلاء الجنات في أحد أحياء الرياض. يا رب لك الحمد. اللهم لك الحمد. الخبر التالي هو أو الصورة خلينا نقول المشاركة التالية، هي لعدادات مياه تحتسب استهلاك حتى بعد ملء الخزان. نشاهد. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا مصلحة المياه. شوفوا فواتيرنا تجي رزحة، عليه شو يسوي العوام في الدور بساعة، أرقام خيالية. والتاريخ اليوم 23/1/1933. يوم الجمعة هذا العوام الخزان يا اخي. الآن مشاهدي الكرام ننتقل وإياكم لنستعرض معكم أبرز وأهم الأخبار على مدار 24 ساعة في 90 ثانية، عدها لكم فريق البرنامج بصوت الزميل خالد أبو محفوظ. نتابع. ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بحائل 5 ملايين ريال من حسابه الخاص. السفير السعودي في لندن يرعى لقاء السفارة التعريفي بإنجازات النقل البحري في المملكة.
مصادر تتوقع صدور توجيهات للبنوك بعدم المساس بمخصصات برنامج حساب المواطن عند البدء في صرفها. وزير التعليم يوجه بتكليف فريق قانوني لقضايا الاعتداء على المعلمين. وزير الشؤون الإسلامية يزور جامع الحكمة بالرياض كأول جامع مزود بالطاقة الشمسية. إعلان تدشين مركز مصادر المعلومات بأمانة التعاون الإسلامي بجدة. نزاهة تداهم تعليم محاي العسير للتحقيق في شكاوى الاستغلال الوظيفي. الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن بدء القبول لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس. السيطرة على حريق أشجار بجبال قريع جنوبي الطائف بعد جهود استمرت 5 ساعات. تحريات مرور مكة تطيح بمواطن يعرض جهازا لإخفاء لوحات المركبات. إذن استعرضنا وإياكم مشاهدين الكرام أبرز وأهم الأخبار على مدار 24 ساعة مضت في 90 ثانية من إعدادي فريق البرنامج وبصوت خالد محفوظ، وكانت هذه هي آخر الفقرات في أسبوعنا لهذا اليوم. عبد الله يعطيك العافية محمد، وأيضا شكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعتكم لحلقات هذا الأسبوع من برنامج أخباركم بإذن الله تعالى. الملتقى الأسبوع القادم يوم الأحد 9 مساء على قناة المجد، رصد جديد ومتجدد دائما للأخبار المحلية. وكنت سعيد، أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.